التجمع العربي والإسلامي في مصر نظم مسيرة لتضامن مع سوريا ولتنديد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا، انطلقت من مسجد عمر مكرم وانتهت أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة. نظم التجمع العربي والإسلامي مسيرة في إطار فعاليات ذكرى النكبة، انطلقت من أمام مسجد عمر مكرم وانتهت أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، وندد المشاركون بالاحتلال الصهيوني للأراضي العربية وبالعدوان الإسرائيلي على سوريا. المخطط الصهيوني بيسير على قدم وساق، ولازال بيستغل الظروف لأجل استمرار تفتيت الأمة والانقضاض على مكتسباتها، وده احنا شفنا الهجمة الصهيونية على سوريا وقت انشغالاتها بالداخل، وعلى تصدير العملاء ليها في داخل مصر لتفتيتها، وعلى عقد الصفقات مع جماعات الإخوان والمتأسلمين من أجل استمرار الأوضاع لصالحها. نقول لأمريكا إن هذا الصمت الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية التي أنت تتشدقين بها، هذا الصمت المخزي يظهر أمريكا على حقيقتها، ويعلن إعلانا صريحا أن أمريكا هي التي تقف خلف هذه الاعتداءات. وأشار المشاركون إلى أن المخططات الصهيونية تستهدف تمزيق الأمة العربية ونزع سلاحها المقاوم من أجل إحكام السيطرة وفرض هيمنتهم على المنطقة. الرئيس بشار الأسد هو الذي يقود الثورة العربية اليوم، وهو الذي يحقق على الأرض من خلال الجيش العربي الباسل انتصارات هذه الأمة دفاعا عن قضية فلسطين، القضية المركزية للأمة، لأن الانتصار لسوريا اليوم المقاومة هو انتصار لقضية فلسطين. وفي خطبة الجمعة بميدان التحرير تم التأكيد على الوقوف إلى جانب سوريا في تصديها للمؤامرة الكونية، مشيرين إلى أن انتصار السورية هو انتصار لمصر. يا سوريا ألقي قلعة الرباط والله ناصرك، على جنود الناتو، على من تلقوا تمويلات وأسلحة لهدم الدولة السورية وقتل شعبها، سوريا بجيشها بشعبها بأرضها باقية، والمؤامرة الكونية عليها ستفشل بإذن الله. في إطار الذكرى 65 للنكبة، خرج الشارع المصري لينادي بإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، ويؤكد بأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية ودمشق ستظل عاصمة الصمود. عصام سلامة، الفضائية السورية، القاهرة.